بكم اصدقائي متابعينا محبين على قناتي. اليوم جايين هذا هنا ماركت، طبعا هذا من اكبر الماركتات تقريبا هنا بالمانيا، مواد منزليه من كل الاحتياجات. طبعا اكيا، طبعا انا اول مره اجي، لان صراحه اكو يمي وغيره يعني ماركت هم كبير، فحبينا اليوم نجي هنا ونشوف. وهاي جوري ويانا الحلوة، شو جوري؟ هاي هاي وعمي. وهسه راح ندخل ونشوف نفس هذا مكان كلش كبير، يعني المكان ماله صراحة، بس الجراج ماله يمكن بالدونم. خلنا ندخل منه انا، تعال. غرف نوم طبعا، طبعا هاي غرف كاملة. غرف مال الأطفال طبعا، يعني حديثين الولادة، أعمارهم عمر سنتين وثلاثة وأربعة وشي، يعني شوف شي حلوة. ها جوري تعال، جوري بحاجة تشربها، تعال تعال بحاجة المطبخ. جوري جوري تعال تعال بحاجة المطبخ. ايه تطبخ وهاي حلو؟ اخذتش منه جوري؟ شنو جوري؟ يلا طب منه، طب جوري منه. هاي بقى جوري والله يا جوري. اي تعال، ايوه 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 يلا تعال يلا تعال جوري بقى جوري، دور عليه وين لقيناها. ايوه هنا ادوات مال المطبخ. هذا كل شيء حاطين سعره هنا. هنا ب 13 يورو. وهاي الجوري الحلوة ده تقمص. هاي هنا قسم هذا مال فرفوري وفخار وهاي الشغلات، شوف القطعة بخمسين سنت.
طبعا هاي هنا الطاسة قطعة بخمسين سنت، هاي يعني بالعراقي تطلع تقريبا 650-700 دينار هيج. هاي ملاعق مال شاي، ملاعق مال شاي بستة يورو، بخمسة 99 سنت يعني 6 يورو. كم وحدة؟ 6 قطع. هاي هنا مع الشوربات، هاي وايد حلوة فخار، هاي بايركس يورتين ونص. صغار وحلوات نفس الوقت. هاي مثل الخشب، هاي خشب، شوف شلون شوية حلوة. هاي مكتبة كاملة شكل حلوة والتصاميم. غرفة طعام هنا ميز، ويا هذا طبعا كل شيء هنا كاتبين عليه السعر مالته. اخ من الجوري، جابوا جوري طبلاته. شلون تصاميم، شنو جوري؟ طبعا جوري سوالفك تعبان اليوم جوري، كل ساعة مختفية جوري وندور عليها يلا نلقيها. هاي المطبخ طبعا هاي تصاميم هم يقدرون يجون للبيت ويسووها يعني بداخل البيت مالتك، التصاميم حسب الموديل اللي تريده. يلا جوري وينك؟ شو دا يشوفوك جوري؟ جوري دا يشوفوك؟ افتري عليهم يلا جوري، تعال يلا جوري تعال. انا غرف مالهم طبعا مسويين تصميم واحدة على الاخ. خلينا نشوف تعال جور، تعال جور الحلوة، تعال دنباع هنا شنو، تعال جور باع هنا هي هي بانيو. هذا جوري مو مسبح، تسمعين هنا ما يصير اي في البيت. تعال دم شوف، تعال 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 جوري، تعال خلينا نشوف، تعال كلش قوية. طبعا هاي شموع بعطر يعني، بس شي كلش راح اسوي بالبيت مو طبيعي. القطعة بيورو ونص، هاي بالتفاح وهاي بالخوخ، ناخذ اثنين
شغل الساعات هاي هنا طبعا ورود وهاي السوالف طبعا كلها صناعي هذا كل اصطناعي اصطناعي هذا طبيعي هذا طبيعي يعني شوفوا هنا مضايع الطبيعي وهي الاصطناعي هاي هنا أشجار مال الألنجي هذا طبيعي عنده ب 13 يورو شوفوا هاي المخازن هاي الشغلة اللي تشتريها من الكنتور هذا أنا حاطيه تاخذ بيه وصل ويجي ياك الموظف يطلع لك اياها من الحاجة مالتك كلها على رقم على أرقام ومرقمة خليها بالعربانة وتطلع بيها للسيارة طبعا جاي ادور على شيء يعني بس ما ادري القيه صراحة ماما لين دخلت اضطريت وبعد وبعد لان هذا الموقع مالته هنا المكان مالته يعني رايد له واحد يجي له فد يوم ورا يوم يلا يكمل المكان مالته شوف هاي هذا نهاية الفيديو ان شاء الله يعجبكم ولا تنسونا بالاشتراك واللايك بالقناة وتفعيل الجرس على مود يوصلكم كل شيء جديد من عندنا